هم بيعملوا في زراعه اه يزرعوا اه في زراعه لا زراعه يعني زيوت بيقدر اكلوا من غير بصفه الفيتامينات اللي بتساعد على تنميه الشعر هو البيوتين بيوتين والزنك دول من المواد اللي لازم يبقوا موجودين عشان يساعد البيوتين ده هو المسؤول الاساسي عن الشعر عشان يساعدنا شويه على النمو او ان احنا نقلل التكثف او لكن جيناتيكلي بقى هنعمل ايه في الجينات الجينات دي قدر فاهم الجين ده قدري 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 صح هل بنقدر نعالج الجين اللي بيعملوه ايه بره بقى في البلاد اللي بتعتنق البحث العلمي ان احنا بنقدر ندرس الجينات بتاعه حضرتك في المعامل ونقدر نقول ان حضرتك قد تصاب بالصرصه في الرينج ده من مثلا 30 ل 35 ايه اللي نقدر نعمله لك في وجود الشعر نفسه بياخدوا البصيله ويبداوا يشتغلوا عليها زي النهارده التبويض الصناعي بناخد البويضه نحافظ لك عليها لما تحب تخلف تجيب لنا المدام وتخلف حضرتك وانت قاعد في البيت صح يبقى العلم بيتقدم في الحته دي نقدر برضو العلم يتقدم في نفس الموضوع في المنطقه دي اوكي لكن انا مش هقدر اقول بقى وصلوا لايه لان دي دكتور مبتدا دوت كوم